أنا حاسس إني تعبان، قمت اليوم الصباح وصحتي مش تمام، حاسس إني انصبت بفيروس كورونا. هذا كله لأننا أمس خالطت أصحابي، خاصة أحمد. أمس كان يسعل وكان شكله مش بخير. أنا لازم أحافظ على صحتي وعلى صحة أهلي. الآن لازم أخذ الأمر بجدية وأحقر نفسي بالبيت مدة 14 يوم. أقيس حرارتي أقل شيء مرتين باليوم. أغسل ذاتي بماء وصابون أو باستخدام معقم. أنا لازم أوقف التدخين عشان ما أضعف في رئتي. أنا لازم أرتب غرفتي وأعقم أي شيء ألمسه. الآن أنا بعمل كما ينصح الأطباء، وإن شاء الله ما أكونش مصاب بفيروس كورونا. فترة الحجر بتكون أفضل فترة عشان أصفي ذهني وأطور من مهاراتي. حميت نفسي وحميت عائلتي وكل من حولي.